زي ما احنا شايفين على ظهر الورقة دي من اوراق الخيار الذبابة البيضة. ده المن على اوراق نباتات تانية من نباتات الخيار، ورقة مصابة بالمن جامد زي ما احنا شايفين، برضو لازم نرشها رش كويس. احنا كده الحمد لله قضينا على 95% من حشرة المن والذبابة البيضة في الخيار برشة واحدة. اهم حاجة الاكتشاف المبكر للاصابة ومكافحتها في الحال، علشان ما نديش فرصة للحشرات دي سواء حشرة المن او حشرة الذبابة البيضة ان هم يسببوا معايا اصابات جامدة. تابعوا معايا. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. زي ما احنا شايفين على ظهر الورقة دي من اوراق الخيار الذبابة البيضة، زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا لو لاحظنا وجود حشرة او اعراض نقص عناصر غذائية او اي امراض في بدايتها لازم نكافحها عشان ما تستمرش معانا فترة اطول وتصيب النباتات بامراض واعراض احنا في غنى عنها. دايما لازم النبات بتاعنا يكون صحته كويسة عشان يديني انتاج جيد على طول باذن الله. اللي احنا شفناه دلوقتي دي الذبابة البيضة، والمشكلة كمان ان انا لقيت في نفس الوقت على بعض النباتات من زي ما احنا شايفين اهو. ده المن على اوراق نباتات تانية من نباتات الخيار برضو. فانا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان انا بستعمل الرش بتاعي اللي هو اسمه فلاي فري بمعدل 4 سنت على اللتر، دي لتر ونص، حطيت عليها 6 سنتي وهبدأ ان انا ارش النبات بتاعي كويس من وش الورقة وظهرها لكل النباتات الخيار اللي موجودة عندي. زي ما احنا شايفين كده انا بكشف الورقة بقلبها على ظهرها وبرشها من الظهر ومن الوش. دي الورقة دي مصابة اصابة جامدة اهي زي ما احنا شايفين. على فكرة الخيار ده امبارح كنت ببص عليه ما كانش فيه حاجة، حاجة غريبة جدا يعني، الاصابات بتدان عليه في لحظة. دي برضو ورقة مصابة بالمن جامد زي ما احنا شايفين كده، برضو لازم نرشها رش كويس. وش الورقة هنا مصاب بالمن الاسود اهو، ده في تشكيلة على فكرة. وعندي برضو هنا اعراض بياض. زي ما قلنا لازم ارش وش الورق وظهره كويس. بخلي الرش برضو يجي على التربة وعلى الارض حوالين
الجراد اللي انا زرع فيها عشان لو في اي حشرات على الارض او على التربة تموت. الورقة دي مصابة جامد، من اسود اهو. برضه هنا في إصابة جامدة الورقة دي، وهنا المن كتير اهو. الورقة دي برضه عليها إصابة كبيرة. هنا الإصابة كبيرة برضو. هروح أحضر تحضيرة تانية وأجي أكمل. هنكمل رش. أنا ما كنتش متوقع إن هو هياخد تحضيرتين، كنت عامل حسابي على تحضيرة واحدة. هنا إصابة جامدة أهي على الورقة دي. انا ملاحظ ان الورق اللي قريب من الرطوبة في الارض اكتر ورق مصاب. شوية المطر اللي نزلوا اول امبارح رطبوا الاوراق ورطبوا التربة. وانا كده هطلع ابص على الطماطم وعلى البتنجان والفلفل عشان اطمن عليهم برضو بعد ما اخلص رش الخيار باذن الله. زي ما احنا شايفين انا برش وش الورق الاول، بعدين بقلبه وبرش ورقه ورقه من الظهر كده. طبعا لو الزراعات كتير مش بنمسكها ورقه ورقه، بس بنحاول ان احنا نلجي من تحتها ونرش من تحت بقدر المستطاع. بيبقى مطور بقى ضغط هواء، بيبقى اسهل من الرشاشه دي. طبعا انا بنصح في حالة الرش بالمبيدات الحشرية، في هنا اصابة جامدة على فكرة. بنصح في حالة ان احنا بنرش بالمبيدات الحشرية ان احنا نلبس مسقط. الاصابة هنا واضحة، اياد كبيرة على فكرة زي ما احنا شايفينها كده. زي ما قلت الاصابات الجامدة بتكون في الأوراق اللي تحت، دي قريبة من الرطوبة. طبعا أنا مش لابس ماسك لأن بتخانق منه بصراحة، بس تحضيرة الرش دي بدأت إن هي تخنقني فعلا وتتعب زوري. فبنصح مع الرش إن يبقى فيه ماسكات. هنا برضو الإصابة على فكرة جامدة على وش الورقة أهي، اكيد على ظهرها برضو في اصابة. طبعا وهنا برضو الاصابة هنا جامدة. اخر نباتين معايا. طبعا انا برش النهاردة وبكرة باذن الله هعد على النباتات كلها وعلى الاوراق بتاعتهم كلها، الف عليها.
اشوف الرش عامل معاها ايه. لو لقيت ان لسه في حاجة تانية حشرات سواء ذباب بيضة او من ابيض او اسود اي نوع من الحشرات لو لقيته بكرة هرش رشة تانية بمبيد حشري مختلف. هجيب مبيد حشري تاني غير اللي انا شغال بيه ده لان ممكن الحشرات دي تاخد مقاومة ضد المبيد الحشري فلازم ان انا اغيره. كده انا خلصت رش الخيار كله بالمبيد الحشري لمكافحة حشرة المن والذبابة البيضة في نفس الوقت. كده انا خلصت ونتابع بكرة ان شاء الله نتيجة الرش بتاعنا. النهاردة اليوم الثاني لرش الخيار بالمبيد الحشري. ما فيه ذبابة بيضة ولا في من. الاثار دي ميتة. ودي ميتة. هنا لسه فيه كام واحدة صحيين. دول هيترشوا تاني. يبقى كده الخيار عايز رشة كمان. لكن الرشة بتاعت امبارح قعدت عليه تقريبا بنسبة 90% اكتر من 90% كمان. انا دلوقتي 2 3 4 5 6 7 8 تمن نباتات فيهم نبات واحد هو اللي لسه فيه بواقي ذبابة بيضة حية. ده كله هنا ميت اهو. واللي فيه اوراق كتير مفيش عليها اي اثار خالص لميت ولا صاحي. دي اللي كانت مليانة امبارح كتير اللي كانت مصابة جامد مصابة جامدة الحمد لله مفيش عليها حاجة. دي برضو كانت مصابة جامد الحمد لله كل اللي عليها باقي عليها حاجة بسيطة ميتة مش صاحية. دي عليها برضو 2 أو 3 صاحيين هم. يبقى احنا الحمد لله بنسبة اكتر من 95% قدرنا ان احنا نقضي على الذبابة البيضة في الخيار وحشرة المن برضو في الخيار برشة واحدة. قضينا على تقريبا 95% منها. وبرضو هرش رشة تانية علشان نقضي عليها نهائي بإذن الله. هرش رشة تانية دلوقتي. دي كانت طريقة مكافحة حشرة المن والذبابة البيضة في الخيار شفناها مع بعض. اهم حاجة الاكتشاف المبكر والمكافحة في الحال علشان نقدر ان احنا نقضي عليها بسرعة قبل ما تسبب اي اصابات كبيرة في النبات بتاعي. شكرا واشوفكم في فيديوهات تانية باذن الله.